وردنا على نتائج التحكيم المزعوم التي يتم إعلانها هذا اليوم، أعربت الصين عدة مرات عن موقفها من عدم المشاركة أو القبول بالتحكيم، فما هو الأساس القانوني لموقف الصين؟ ولماذا تعتبر نتائج التحكيم غير قانونية والمحكمة لا تملك الصلاحية؟ التفاصيل في التقرير التالي. تشمل دعوى التحكيم التي رفعتها الفلبين من جانب واحد ثلاثة مجالات، هي التشكيك في الخطوط التسعة لبحر الصين الجنوبي، والتشكيك في المطالبات الصينية لعدة شعاب وجزر، وادعاء أن ممارسة الصين لحقوقها في بحر الصين الجنوبي تضر بمصالح الفلبين. وبهذا الصدد قالت خبيرة قانونية إن الحكومة الفلبينية تحاول إخفاء جوهر الدعوى الذي يتمثل في السيادة الإقليمية وترسيم الحدود البحرية. أولا، تركز الفلبين على 9 مناطق بحرية تسيطر عليها الصين، لكن في الواقع استولت الفلبين على بعض الأماكن بشكل غير قانوني ولم تذكرها إطلاقا، وهذا يهدف إلى نفي سيادة الصين على هذه الجزر والشعب. قالت الخبيرة إن مسألة السيادة الإقليمية لا تنتمي إلى مجال سلطة المحكمة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للبحار، وحتى لو كان الأمر معلقا بترسيم الحدود البحرية فإن الصين قد استبعدته عن مجال تسوية النزاع وفقا للمادة رقم 298 لاتفاقية عام 2006. لذا فإن موقف الصين من عدم المشاركة أو قبول التحكيم يتناسب مع القانون الدولي. وفقا للمادة 298 للاتفاقية، فقد اتخذت 4 دول من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة خطوة الاستبعاد، مما يظهر مواقف بعض الدول الكبرى في المجتمع الدولي من تسوية النزاع. وفيما يتعلق بعملية تسوية النزاع عن طريق طرف ثالث، فهناك خلافات كبيرة بين مختلف الأطراف، لذا اتخذت الأطراف المعنية موقفا حذرا بوضع عدد من الشروط المسبقة والقيود والمواد. أما عن المحكمة فقد قالت الخبيرة القانونية إنها تتميز بطبيعة سياسية ومؤقتة مقارنة مع محكمة القانون البحري المكونة من 21 قاضيا من مختلف القارات. فمحكمة التحكيم هذه تتألف من 5 أشخاص، ورئيس المحكمة هو شونجي ياناي الذي اقترح على رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي رفع القيود عن حق الدفاع الجماعي الذاتي، وهو مسؤول عن تعيين 4 محكمين آخرين أيضا. من السهل على بعض الأشخاص أن يقوموا بالتلاعب في هذه القضية نظرا لتعيين المحكمين والإجراءات الخاصة بها، كما أن محكمة القانون البحري ثابتة لكن قانون التحكيم عشوائي. وأشارت الخبيرة إلى أن إطلاق محكمة التحكيم لعملية تسوية النزاع بشكل إجباري ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة للبحار ويتجاوز سلطتها، مما يشكل ضررا كبيرا للاتفاقية. كان الجزء 15 لتسوية النزاع للاتفاقية كاملا، وهناك ثغرات كبيرة في القوانين والواقع، وهذا لم يضر بالصين فقط، فقد أعربت الكثير من الدول عن قلقها من أن ذلك قد يضر بموثوقية آلية تسوية النزاع وشرعيتها وصلاحيتها.